ما زلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين، ووصلنا لآخر فقرة ببرنامجنا لليوم، أكيد ختامها مسك، ورح تكون معنا المطربة السورية أماني الحلبي. بدنا نحكي لها مساء الخير. أهلا وسهلا فيك أماني. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم وأعزائي المشاهدين. نوري ما شاء الله عليك. تسلمي. شكرا. نورتي بكرة الجمعة. تسلمي. يعني أماني، أنت كنت مشاركة بمهرجان شبيب 19، حكينا عن مشاركتك بهذا المهرجان، كيف كانت، إيش طبيعة الأغاني اللي شاركتي فيها، قديش حسيتي أنه أماني موجودة بمهرجان شبيب؟ هو مهرجان شبيب بالنسبة لإلي طبعا بالبداية بحب أشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سناء عاصم، لأن هي طبعا مهرجان شبيب برعايتها، وسيادة الشريفة بدور بنت عبد الإله طبعا بحب أشكرها كتير. مهرجان شبيب بالنسبة إلي هو دعم، والناس صارت تعرفني مثلا أكتر. كان بالنسبة إلي يعني مهرجان مميز، بالذات إنه شاركوا فيه نجوم كبار كتير، يعني مثلا صباح فخري، مثلا الفنانين لبنانيين عرب أردنيين، فكانت وقفتي على المسرح إنه أي حدا بتمنى أنه يشارك بهيك مهرجان حلو وكبير. حلو، يعني أماني تميزتي باللون الفلكلوري أو اللون الشعبي، قديش بتحبي هذا اللون؟ هلا أنا بحب هيدا اللون، وفي شيء تاني الأهم إنه هو هذا اللون بيلبق لي، بيلبق لصوتي، يعني لخامة صوتي جبلي. إنه صوتي إيه شوي جبلي، وبالتالي إنه أنا ما عندي كتير أغاني خاصة، يعني عندي أغنية واحدة عاطفية وأغنية واحدة وطنية وأغنية للأطفال طبعا أنا عملتها، فاتجهت للفلكلور، وما عنديش لأني أنا أغاني حتى معروفة، فغنيت الفلكلور اللي هو معروف حتى الناس إنه يعني على مسرح وهيك إنه يندمجوا، يكون أغاني أصلا بيعرفوها من قبل، فغنيت الفلكلور اللي هو سوري لبناني. خلينا نبلش بالفلكلور، وإيش بتسمعينا هلا؟ سمعك. طيب ماشي. وخشخش حديد المهرة يما، وقالوها لي حرامي، وتاري الحرامي شوقي ولي، والحق عليكم يا عمامي، والحق عليكم يا عمامي، وعالم عالم عالم يما، وشيع له احبابي وشالهم، ومبارح كانوا يحبونا يا دلي، شو اللي جارالهم يا ويلي، شو اللي جارالهم. يعني الله عليكي أماني، صوتك كتير بيشبه نجوى كرم صراحة. بتتضايقي لما حدا يقول لك إنه صوتك بيشبه نجوى كرم؟ لا بالعكس، يعني فنانة نجوى كرم تاريخها كتير حلو وكتير مميز، وأنا بحب أغانيها كلهم، وبحب ستايل الأغاني اللي هي بتغنيهم، حتى مرات بكون أنا مودي سيء بحط كاسيت نجوى كرم إنه هيك بفرح، يعني بحب أغانيها، بس أنا بحب كون بشبه حالي، يعني ما بحب إنه أشبه حدا، يعني ما بحب أمشي ورا حدا، بحب إنه أنا أعمل لينك خاص لي. وبعدين الصوت الجبلي إنه مو بس نجوى كرم تتميز فيه، يعني في كتير ناس وفنانين معروفين أو غير يعني معروفين، بس قليلين. طيب أماني، أنا عندي يعني يمكن سؤال، دايما أنت فنانة سورية صار لك موجودة بالأردن حوالي 10 سنين، وأنت انطلاقتك الفنية كانت من الأردن، يعني دايما الفنان إذا بده المعروف إذا بده ينشهر فنيا بيروح على مصر بيروح على لبنان، أنت موجودة من الأردن وأول طلعتك كانت موجودة من الأردن، يمكن حتى بيروح على سوريا لحتى ينشهر، ليه أماني ظلت بالأردن؟ بصراحة أنه مو تخطيطي، لكن سأبت الظروف هيك، يعني أنا الوقت اللي فكرت فيه أنه أنا بدي بالفعل أنه ليه أنه أنا ما، لأني سوري مع احترامي للجميع، وأنا يعني الأردن بحبها من قلبي وهي بلدي الثاني، بس أنه ما في الشركات الإنتاج اللي تدعم الفنان مثلا ككلمات وألحان وكليب وتشهره ويعني وينتشر، فأنا لما فكرت بالوقت اللي فكرت فيه أنه لازم بظهر على سوريا مثلا أو على مصر، يعني صارت الأحداث، وإن شاء الله يا رب بتمنى يعم السلام ونعمل أغاني وكل شيء إن شاء الله يا رب يهدي البال، سواء بسوريا أو بمصر أو بكل البلدان العربية، ويا رب يحمي الأردن. قدي حسيتي في إلك دعم بالأردن؟ هلا ما في، انا بصراحه ما لي شركه انتاج يعني دعمتني، او بالاحرى في بعض الشركات ما كان عندهم مصداقيه، يعني انه في يعني سين من الشركات انه انا قعدت ناطره سنتين واليوم وبكره ويعني ما دعموني بالشكل اللي انا بدي اياه، بس انا كان
مهرجان شبيب بالنسبة لي أنا بعتبره دعم. دعم بالنسبة لي أنا بعتبره. حلو. في لك أغنية وطنية هلا يوم عسكري. يوم عسكري. يوم عسكري. حبة كتير الأغنية. بعرفش مخرجنا مصطفى المناوي لو تجهزونا هالأغنية خلينا نأخذها أوديو مع الفنانة أماني الحلبي. يعني جاهزة. طيب خلينا نطلع بها الأغنية أماني تغني مع الأوديو ونشوف هالفيديو كليب الرائع اللي كانت أغنية وطنية يوم ملابس عسكري للجهاز الأمن العام. الله يحمينا إياهم. آمين يا رب. ذكريات قناة نورمينا لأني أنا أول ما ظهرت على التلفزيون كان في برنامج مع المخرج الفنان إياد نصار، طبعا بوجه له تحية، كان برنامج مسابقات أتوقع اسمه حامي بارد، كان على قناة أكيد نورمينا. عشان تعرفي أنه دائما قناة نورمينا هي دائما داعمة للفنانين. طيب معنا اتصال. بس حابة أنه أقول هيدول المقاطع من مهرجان شبيب، طبعا بوجه له تحية كبيرة للكل. وأحلى شيء يعني هو مهرجان شبيب حلو ومعروف وعريق، طبعا ما بده حدا يشهد له. وبتشكر مرة تانية سيادة الشريفة بدور على رعايتها، صديني حتى تعاملك جدا متواضعة وتعاملها ما يعني تعاملها جدا رائع. حلو. مع الفنانين. وأحلى شيء مهرجان شبيب إني أنا تعرفت على هيدا الجروب الحلو اللي أنا كنت كتير مبسوطة معهم. طيب معنا اتصال أماني. أبو ينال مساء الخير. مساء النور. صباح الخير. صارت صباح الخير. هو صحيح صباح الخير. صار اليوم الجمعة بطل بكرة الجمعة. أهلين. الله أمسيكم ومسي الوطن بألف خير إن شاء الله. أمسيكم ومسي الوطن بكل خير. الله يسعدك يا ربي. مساء الأنوار. مساء الخير. وأنا فتحت الآن هذا وسمعت الأخت وهي بتغني فعجبتني أغنية الشرطة عن رجال الأمن العام الوفيين في بلدهم. أوجه لهم تحية والله يعطيه العافية. أنا بس حبيت أمسي عليكم وأصبح عليكم من السعودية. وأنا من السعودية عم تحكي معنا. يصبحك بأنوار النبي يا رب. شكرا شكرا أبو ينال. نتمنى لكم يوم سعيد بكرة الجمعة لإخواننا اللي موجودين بالسعودية ولكل البلدان العربية، ويا رب الله يهدي بالهم. آمين يا رب. يعني بدناش ندخل كتير على السياسة، بس أماني اليوم شو بتتمني لسوريا؟ بتمنى أنه يعم الأمن، وبتمنى سوريا ترجع كيف ما كانت. طبعا أنا فقدت أختي وأولادها طبعا بهاي الأحداث، والله يرحمهم يا ربي، وهن راحوا شهداء. الله يرحمهم إن شاء الله. فيا ربي هدي البال، وإن شاء الله بترجع سوريا، ورح ترجع إن شاء الله بإذن الله زي ما كانت وأحسن.
أكيد إن شاء الله. شو بتحبي هيك تسمعينا إشي قديم؟ شو بدي سمعك؟ أقول لك أغنية، في أغنية حلوة كتير أنا بحبها، ويا ميلة عالغصن عيني سمرة ثابتنا، ويحرق قلب الهوى يا مشوع عمل فينا، وسموك وما أنصفوا يا عيني سموك عريل الماس، وأصيل بين البشر ومشكولة فوق الراس، هو الرامي الما ينعجن يا عيني والشوك ما ينداس، هو السر ما ينعطى إلا لنا وعلى الكلمات. عندك أغنية تانية أماني كمان؟ مع أنه أنا ماني راضية كل الرضا عن هاي الأغنية، بس يعني هي كلماتي أصلا. هلا هي موجودة معنا بالجاليري صحيح؟ طيب خلينا نروح نسمعها كمان أوديو، نشوف الأغنية العاطفية للمطربة أمان الحلبي. في أغنية طلعت مش جاهزة، يعني الأغنية العاطفية، خلينا نسمعها منك لايف هلا. أنا مش عم عد الساعات ناطر مستنيك، ومش حاطت إيدي على خدي ولا عم فكر فيك، أنا مش عم عد الساعات ناطر مستنيك، مش حاطت إيدي على خدي ولا عم فكر فيك، وما بتهمني أخبارك مش مستني أعذارك، ما بتهمني أخبارك مش مستني أعذارك، ما بيعجبني أسلوبك وما بتعجبني أفكارك. ليه؟ بالعكس كلماتها كتير حلوة، ليه مو راضي عنها؟ لا أنا يمكن بلكي الألحان التوزيع مو هالقد، يعني مو راضي عنها. أها حلو، شو بتحبي تسمعينا كمان أماني؟ بدنا نكسب منك أكتر إشي يعني. شو حابين سمعيك؟ ما بعرف، اختاري أغنية عزوك أنا حسمك إياها. حافظة على طريق السلطة. على فكرة بكل حفلة بيطلبوا مني هاي الأغنية. غريبة. حافظة تحية لكل الأردن وكل أهل السلطة. الله يسعدك. يعني بكرة في فعالية بالسلطة، هي المهرجان السياحي السنوي في السلطة. عن جد لازم إنه المشاهدين اللي عم بسمعونا إنهم يزوروا مدينة السلطة، يتعرفوا على التراث. راح تكون بكرة على 4:30 بعنوان الله محييك بالسلطة. يعني الله محيي السلطة. حلو. ايه لا لح اذا هيك رح غني لهم اغنيه. يلا خلينا نغني لهم. وعلى طريق السلط هي ما مشينا، وانت عبات الرجلين نمشي عدينا، على طريق السلط هي ما مشينا، وانت عبات الرجلين نمشي عدينا، لا جبل ولا واد سلطية، لا حارة ولا كراد سلطية، أبيش أحلى من الصلاة مهما لفينا، أبيش أحلى من الأردن ومهما لفينا. يسلم هالصوت، بلاش يزعلوا علينا المحافظات، هلأ مش رح نقدر نغني كل الأغاني. خلينا نغني هيك أغنية للأردن إذا عندك وطني أماني. شو بدك؟ كثير عندي أغاني وطنية أصلاً، أنا بحفلاتي أغلب أغاني بغني الوطني. هو جيشنا جيش الأوطان، يا جيش الأردنية، جيش الوطن والقايد هو العيلة الهاشمية، جيشنا جيش الأوطان، يا جيش الأردنية، جيش الوطن والقايد هو العيلة الهاشمية.